عليكم حياكم الله. عندي سالفة أنا بكسر بها روتين كورونا، سالفة طريفة وقد أكون ذكرتها من قبل بس بعض الأخوان ممكن ما سمعها. هذا شايب يجي متأخر لبيته في رمضان، والمرة تزعل اللي حطت الفطور، تزعل ما يجي إلا على الفطور، تقول لي أنت حاطن بيتك فندق ويا لجودية معنا هاك الزين ولا، لكنه ما شاء الله طبخه مرتب وعلى مستوى، لكن الشايب دمه خفيف ورجال عيار وذكي وراعي نكتة، ويقول لها يا أم فلان والله أنه ما يخليني أجي على الفطور إلا أني أخاف أن تجرحين صيامي. يقول أخاف أن إذا شفت تسوينتي في المطبخ أني ينجرح صيامي ويتدون أمعط. سمعت هالكلام والحسي تستانس تسفل وتروح تطبخ له وإنه مرة يضحك عليه استانس بس الكلام الطيب.